ضمن الله ورعايته باسمه نبدا وعليه نتوكل ودائما نطلب السداد والتوفيق والنجاح. الصدارة والمقدمة الصدارة هنا ينطلق أو تنطلق هنا بلشة لحمد بن جل الله بن علي بن حسين البريدي هو من ينطلق مع الصدارة ومع المقدمة. ثاني المراكز أرى شعار بن مجدور مع صبا ينطلق هنا على المركز الثاني. محمد بن علي بن مسعود بن علي المجدور المري أيضا أرى دخول هنا وتحدي من حاملة رقم 17 جادية لمحمد بن جابر بن سالم بن لزيوح المري هو من ينطلق ويخترق الصفوف إلى المركز الأول وينطلق مع النجادية. بينما المركز الثاني أرى هنا شعار البريدي ينطلق مع بلشة لحمد بن جل الله بن علي بن حمد بن حسين البريدي هو ينطلق على المستوى الثاني بانطلاق وتحدي بلشة. ثالث المراكز أرى القدوم هنا والدخول من قبل صبا المملوكة لمحمد بن علي بن مسعود المجدور المري هو من ينطلق على المركز الثالث. رابع المراكز أتابع شعار السناري ينطلق هنا مع نسايم لحسن بن عبيد بن علي بن عبيد السناري المري يريد النقطة السابعة في هذا السباق ينطلق هنا مع نسايم على المركز الرابع. خامس المراكز وخامس التحديات أرى القدوم والدخول من الجانب الأيمن. أرى شعار هنا ينطلق بانطلاقة وتحدي ضي لراشد بن علي بن سعيد بن شفيع ألف هيدة المرية. ها هي الخمس المراكز الأولى أتممناه على مسامعكم وبكم نعود إلى بن لزيوح هنا على الصدارة ومع المقدمة يتقدم بانطلاقة وتحدي نجادية. ينطلق محمد بن جابر بن سالم بن لزيوح المري بانطلاقة هذا الشعار الممتاز. أرى الدخول هنا من شعار بن شفيع صاحب الشوط الأول الرئيسي للإنتاج والمنتجين يريد أن يكرر الإنجاز إنجاز الحاكمة. هنا الحاكمة تنتزع الشوط الأول الرئيسي لتأتي ضي هنا لتبني آمال وطموحات راشد بن علي بن سعيد بن شفيع ألف هيدة المرية بانتزاع للشوط الثاني. ثالث المراكز السناري ينطلق مع نسايم لحسن بن عبيد بن علي بن عبيد السناري ينطلق مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع بلشة حمد بن جل الله بن علي بن حسين البريدي المري هو من ينطلق بانطلاقة بلشة. خامس المراكز أول نداء هنا ينطلق من الجانب الأيمن لتنطلق الفائزة عبد الله بن جل الله بن علي النابت المرية. شعار الحصن هنا ينطلق بانطلاقة الفائزة مع خامس المراكز. نعود إلى الصدارة نعود إلى شعار النجاديات ينطلق هنا باللزيوح النجادية لتنطلق هنا مع الصدارة بانطلاقة وتحدي محمد بن جابر بن لزيوح المرية. السناري رافع راية التهديد يريد أن يضيف النقطة السابعة إلى رصيده الحافل. فتحنا هنا البوابة بوابة الكيلومتر الأخير بوابات العمور صفارة الإنذار. طير يا السناري حلق 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 السناري إلى النقطة السابعة نطالبك. هنا الجميلية أيضا سكان الجميلية يطالبونك بنقطة سابعة على هذا الشعار. بينما بلشة تأتي بلشة على المركز الثاني حمد بن جل الله بن علي بن حسين البريدي تابع الدخول هنا تابع ضي من شفيع غادم أيضا أرى دخول وتحدي من شديدة ناصر بن علي بن ثلاب برجل يمين الهاجرية. ولكن نعود إلى السنارية بلشة البريدي بلشة يا بلشتكم من بلشة برجل يمين بلشة روح يا البريدي روح حلق إلى الإنجاز طير يا البريدي طير سلام يا البريدي سلام يا بلشة سلام. آه يا بلشة تستعرض على أرضية هذا الميدان حضيبات الرمل تركل طرب على أرضية تحت قضاء بلشة سلام يا البريدي سلام. ها هو البريدي ينطلق مع الميتين مع الميت متر الأخيرة ينطلق مع بلشة سلام يا بلشة سلام لله درك البريدي
مشكور على هذا الأداء الممتاز وهذه الركضة الغالية. تهانينا والمبروك لحمد بن جلال بن علي بن حسين البريدي. ثاني المراكز كان الوصول من سايم حسن بن عبيد علي بن عبيد السناري، بين المركز الثالث أتت هنا ضيل راشد بن علي بن سعيد بن شفيع عارف هيدا، بين المركز الرابع كان الوصول من شديد لناصر بن علي بن ثلاث بن جليميد الهايري. خامس المراكز كان الوصول والدخول من قبل الزعيمة لمنصور بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. تهانينا والف مبروك لمالك بلشاه حمد بن جلال بن علي بن حسين البريدي الذي قدمت اداء تشكر عليه. 6:09:16 100 ثانية. تهانينا والف مبروك لحمد بن جلال بن علي بن حسين البريدي. بين المركز الثاني كان الوصول من نسايم لحسن بن عبيد بن علي بن عبيد السناري. تهانينا والف مبروك قطعت المسافة 6:09:60 100 ثانية. تهانينا والف مبروك للسناري على هذا الفوز والانتصار. ثالث المراكز كان الوصول من ضي قطعت المسافة في 6:10:40 من الثانية. تهانينا والف مبروك لراشد بن علي بن